وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد نادر المؤيد، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض. مساء الخير سيد نادر. المنامة دائما ما كانت وجهة سياحية مفضلة، ولكن بعد اختيارها عاصمة للسياحة العربية لعام 2020، هل تتوقعون زيادة في نسبة السياح؟ مساء الخير. أولا يعني بدون شك أن اختيار المنامة عاصمة للسياحة العربية يأتي نتيجة جهود مملكة البحرين في تعزيز السياحة والتعريف بتاريخها والحضارات اللي موجودة فيها. وقد نجحت يعني المنامة سابقا في عام 2013 كذلك بالحصول على هذا اللقب كعاصمة للسياحة العربية. طبيعي هذه جاءت نتيجة معايير محددة كانت يعني وافق عليها وزراء السياحة العرب، واللي هي توافر البنى التحتية وتنوع الأنشطة الموجودة والاستجابة للمستجدات السياحية والاستقرار والأمن الموجود في البلد كذلك. وتوافر معلومات السياح، ولذلك هاي كلها راح تؤدي إلى زيادة في نسب أعداد السواح القادمين إلى مملكة البحرين خلال العام القادم بدون شك. نعم، مع جميع المعايير التي ذكرتموها، هل هناك خطة للبرامج السياحية مرتبطة بكون المنامة عاصمة للسياحة العربية؟ يعني بدون شك راح يتم تكثيف الجهود والمبادرات تكون السنة القادمة يعني مكرسة لخدمة السياحة وتنمية وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والعربية في هذا المجال. طبيعي استراتيجية هيئة البحرين للسياحة والمعارض تهدف إلى تطوير المنتج السياحي أساساً، وذلك يعني من خلال إقامة العديد من الفعاليات وتطوير القطاع بشكل عام. وطبيعي بدون شك أن كانت الاستراتيجية الأساسية طويلة المدى للقطاع السياحي واللي هي تحت هوية بلدنا بلدكم ترتكز على أعمدة أساسية اللي هي نشر الوعي، تعزيز العوامل الجاذبة للمملكة وسهولة الوصول والإقامة. فهذه مجموعة هذه العناصر الأساسية راح تؤدي إلى أن تكون البرامج جاذبة للسياحة في المرحلة القادمة. نعم، السيد نادر المؤيد، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، نبارك لكم هذا الإنجاز وشكرا جزيلا لك.